قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول، اصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. قم وحيدا، قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل، قم وجاهد في الحياة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية تحدثنا عن جزئية الإيمان، وقلنا أنه أول عنصر في الإيمان هو أن تستشعر عظمة الله تعالى وتستحضرها، فأنت ذاهب إلى الدعاء أو أنك تريد أن تطلب من الله تعالى الطلب، اجعل الله تعالى أكبر من طلبك، واستشعر عظمة الله تعالى وقدرة الله تعالى على أنه ينفذ لك هذا الطلب أو يعطيك هذا الطلب. لكن الإيمان لا يقف فقط على الاستشعار، بل أيضا يقوم على التصديق. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. أنا أريد أقولكم أن الإيمان في واقع الأمر هو من أعلى الطاقات الشعورية الإيجابية، يعني من أعلى المشاعر إيجابية ومن أقواها، فإذا كنت تؤمن بشيء في واقع الأمر ستجد نفسك تندفع له بحماس. يعني مثلا إذا أنا أؤمن بنفسي سأجد نفسي أنه أنا راح أعمل أي شيء عشان أطور نفسي، عشان أقوي نفسي، وما راح أتراجع بسبب العقبات أو المشكلات. لذلك يفترض الإنسان الذي يذهب للدعاء ويدعو الله تعالى لا يخالطه لا الخوف ولا الشك، فلو كان قلبه ممتلئا بالإيمان ففي الأصل أنه هذا الإيمان يكون أصلا طاقته إيجابية أو مشاعر إيجابية، المفروض أنه يذهب وهو مطمئن، يذهب إلى الله تعالى وهو يثق. أغلب الناس ماذا تفعل؟ عندما تذهب إلى الدعاء تبدأ بالبكاء، وهذا البكاء قد يكون بكاء خوف وليس بكاء خشية، وهناك فرق. يعني البعض لما يروح يدعو الله تعالى يجلس يبكي يبكي، هو في واقع الأمر يبكي خوفا من عدم تحقق ما يريد، أو ربما خوفا أصلا من تحقق ما يريد. فتجد أنه لما يدعو الله تعالى يبدأ الخوف والشك يخالطه، فكيف سيجاب دعاء خالطه الشك والخوف؟ الدعاء هو طلب، والطلب من من؟ من الله تعالى، والله تعالى رب السماوات والأرض، وعالم الأمر عالم علوي سماوي، بمعنى أنه إذا أنت تريد أن تطلب من الله تعالى لابد أن تكون مشاعرك مناسبة ومتوافقة لهذا العالم اللي هو عالم الأمر، العالم السماوي هذا، وهذا طاقته كبيرة. ولذلك ما ينفع تذهب إلى الله تعالى وأنت مغمور بمشاعر الشك أو الخوف أو القلق، بل العكس، أن تكون مؤمن يعني يكون قلبك ممتلئ بالطمأنينة بالسكينة بالثقة وبالإقبال، الإقبال اللي يخليك تذهب إلى الله تعالى وتنفذ الأوامر اللي الله تعالى يطلبها منك حتى تصل إلى ما تريد. لأنه مثلا في بعض الأمور تحتاج إلى أنك أنت تبذل فيها جهد وتسعى، ولأنك تؤمن بالله تعالى فأنت إيش تعمل؟ وإيش
تنفذ ما يأمره الله تعالى منك وما يطلبه الله تعالى منك وتسعى وفق أوامر الله تعالى. لكن لما تكون أنت ذاهب إلى الله تعالى وقلبك مملوء بالخوف والشك، هل سيعطيني ما سيعطيني، قلق هل أنا مستحق لهذا الأمر وغير مستحق، يخجل من الله تعالى ويقول إنه أنا يمكن لأني ارتكبت ذنوب كثيرة أنا أخجل إنه أنا أطلب من الله تعالى، كلها مشاعر سلبية لا تتوافق مع الإيمان. الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله تعالى يذهب إليه وهو ممتلئ بالإيمان بالثقة بالتوكل بالتفاؤل بالامتنان، كل هذه الأمور تعمل على أنه في النهاية يشعر بأن هذا الدعاء وكأنه طلب طبيعي بين مخلوق وخالقه، ولأن هذا المخلوق يثق في خالقه فإن هذا الأمر سيأتي. ولذلك الله تعالى من يدعوه وهو ممتلئ إيمانا به سبحانه الله تعالى سريع الإجابة. طيب ماذا أيضا يقصد بقوله تعالى وليؤمنوا؟ ماذا يريد الله تعالى أيضا أن يخبرنا بعد الفاصل؟ قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. لماذا لا يحقق البعض الإيمان الحقيقي اللي الله تعالى يأمرنا به؟ إيش المشكلة؟ ليش في كثير ناس للأسف لا تستطيع إنها تحقق الإيمان ولا تحقق قوله تعالى وليؤمنوا بي؟ لأن ببساطة الناس عندما تقترف الذنوب أو تمتلئ بمعتقدات خاطئة أو تكون متأثرة بصدمات ماضية فإنها مباشرة تسمح لهذه المشاعر السلبية إنها تكون ظاهرة على السطح، وبالتالي لا تستطيع أن تصل إلى المعنى الحقيقي للإيمان، لأنه اللي يكون مسيطر عليها أثر الذنوب وتمنع عنها أن ترى الإيمان الحقيقي، أيضا الصدمات القديمة وممكن أفعال وسلوكيات خاطئة يقوم بها. بمعنى أنه الكثير من الناس في الواقع الأمر لا يسعون لتعزيز هذا الإيمان في داخلهم، وإنه أعزز الإيمان يعني أعزز علاقتي بالله تعالى، أعزز هذه الثقة، وتعزيز هذه الثقة لا تكون إلا عبر إدمان الوصل ما بينك وبين الله تعالى. ولذلك أهل الإقامة، إقامة الصلاة، هم أكثر الناس الذين يكونون قادرين على أنهم يصلوا إلى مرحلة الإيمان والثقة. والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلي عادة يكون في حالة شعورية من الإطمئنان، ولا يخفى على أحد أن الصلاة تعمل على زيادة الإطمئنان في النفس، وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. إذن أول مرحلة لتصل إلى الإيمان أن أنت تكون مطمئن. أنا عندما أطمئن معناه أنا أثق، لأنه لا يحدث الإطمئنان إلا مع وجود الأمان والثقة. لما أنا أثق في شخص إذا أطمئن له، لما أشعر بالأمان من شخص أنا أطمئن له، فكيف إذا كنت متوجها إلى الله تعالى؟ لابد أن تعزز ذلك، وحتى تعزز ذلك فأنت لابد أن تكون ممن يقيم الصلاة. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. وأخيرا يا صاحب الحاجة، يا من لك عند الله طلب، اعلم أن الله تعالى لا يضع في قلبك أمر إلا وهو يريد أن يعطيك إياه، ولكن يجب أن تعرف أنك قبل أن تحصل عليه لابد أن تكون من أهل الاستحقاق لما طلبت، والاستحقاق لا يكون إلا عبر تعزيز إيمانك بالله سبحانه وتعالى ويقينك أنه فقط لا غيره قادر على تحقيق ما تريد.
وهذا الإيمان لابد أن يكون مزيج من المشاعر الإيجابية، التصديق، التفاؤل، الامتنان، الحب، كلها مشاعر ذات طاقة إيجابية تتوافق لأن ترتفع إلى السماء، إلى عالم الأمر، أمر الله تعالى، حتى يقول لحاجتك كن فيكون. تفاصيل أكثر بإذن الله تعالى سنتناولها في أدعني في الحلقات القادمة. أنا أمل الجامعي، على أمل أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قريبة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل.